أبو يوسف، شو أكثر العبارات اللي بتستفزك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد ناصر أبو يوسف، وهي قناتي مذكرات ممرض. نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء. موضوعنا اليوم عن أكثر العبارات اللي بتستفزني، أو بتقدر تقول 10 عبارات لا توجهها لممرض. لو العنوان شدك وحاب تعرف أكثر عن الموضوع، اعمل لي هاند واشنج، البس جلوفز، لا تنسى الماسك، وتفضل معي. رقم 1، ليش ما درست طب؟ هذه من العبارات المستفزة اللي بيسألوها كثير من الناس. ليش ما كنت طبيب؟ الدكتور بتعب زيكو؟ كل الصيغ تؤدي إلى نفس المعنى، أنه الدكتور أحسن منك. ليش غلطت غلطة حياتك وصرت ممرض؟ الناس قالت لحالها تصير دكاترة وانت بتدرس تمريض؟ أجي كلية التمريض أقل من 94% ما بتأخذ. كلية التمريض بتدفع فيها دم قلبك زيها زي أي مهنة. كلية التمريض بتعطيك علم، ما بتعطيك خرافات وأساطير. كلية التمريض الدراسة فيها 4 سنين مش شهرين زي ما انتم مفكرين. فالدكتور بيدرس في الجامعة واحنا بندرس في الجامعة، هو بياخذ علم واحنا بناخذ علم، هو بينفع المريض واحنا بننفع المريض. لكن ليش درست التمريض؟ رغبة. وبعض الناس عن جد دخل التمريض بالصدفة، لكن فيما بعد اقتنع فيه. رقم 2، أي إنسان بقدر يكون ممرض؟ شو مفكر حالك عامل؟ لا يا حبيبي، مش أي إنسان بيكون ممرض. أنا أذكر كلمة لأحد الدكاترة اللي درسوني، قال لي أي إنسان بالدنيا بقدر يكون رئيس جمهورية، لكن مش أي إنسان بقدر يكون ممرض. مين في الدنيا بقدر يتعامل مع 15 أو 20 شخص ويهتم بأكلهم وشربهم ودواهم ونومهم وتحاليلهم مختبراتهم أشعتهم دكتورهم إجا ولا لا، خروج اليوم ولا بكرة، العملية اليوم ولا تأجلت، وبعد كل هالحكي بده يقعد مع المريض ويشرح له ويسأله ويجاوبه ويسمع منه ويطبطب عليه ويسمع شكواه ويقدم له الدعم النفسي، وبعد كل هالحكي لسه في ساعات من الكتابة والتسجيل. انت خلقت ممرض، او انا خلقت ممرض، حتى بعض الممرضين بيحكوا هاي الكلمة. إذا أنت مستقل بنفسك أو مفكر مهنتك ولا إشي، تخيل بس شغلة واحدة، المستشفى ما فيه ممرضين. هذه الكلمة معناها أنه 85% أو 95% من الموظفين قاعدين في البيت. المرضى راح يصحوا ويجي الليل ويناموا، لا أكلوا ولا شربوا ولا عملوا فحوصات ولا الدكتور مر عليهم، ولا أخذوا دواء ولا نزلوا على العمليات ولا طلعوا من العمليات ولا عملوا أشعة ولا حدا دور على فحوصاتهم ولا تقرير أشعتهم ولا حدا ممكن يسمعهم لما يشتكوا. شو بعملوا الممرضين؟ يعني بالعربي انت شو بتعمل؟ انت شو فايدتك؟ انت شو اهميتك بالحياة؟ لا يا حبيبي، إلي اهمية واهمية كبيرة كثير جدا. السؤال الصح هو شو الاشي اللي ما بعمله الممرض؟ انا ذكرت لك قبل شوي بعض الاشياء اللي بعملها الممرض، فاعطيني اشي ما بيعمله الممرض. الاشي الوحيد ما بيعمله انه ما بشطف لك الغرفة، هاي اللي ضايل. تقدر تدبر لي هالدواء؟ بعض الناس بيفكروا الممرض لأنه بيشتغل مستشفى بيقدر يدبر أي دواء تطلبه منه. المشكلة أحيانا بيكون الموضوع محرج جدا، وأحيانا الموضوع بيكون فيه ناركوتكس مخدرات وأشياء زي هيك. اللي ما بتعرفه أنه لو في قانون أو لو انكشفنا بالعربي، أنا راح أنحبس وشهادتي راح تنسحب مني ورخصة مزاولة المهنة راح تنسحب مني. فالموضوع مش أنه أنا شايف حالي، الموضوع فيه خراب ديار. تعرف المريض اللي برن الجرس وبقول لك ليش تأخرت؟ بالعربي بدري بدري هسه جيت. شوف، طبيعة مهنة التمريض تقتضي أنه أنا أمر على كل واحد من مرضاي كل فترة معينة، مثلا كل ساعتين، كل ثلاث، كل نص ساعة، حسب عدد المرضى بالقسم. لكن الحوادث الطارئة والأشياء الغريبة والنهفات اللي بتطلع لك من تحت الأرض كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة بتخلي هذا الإشي مستحيل. دكتور إجا فجأة بده يروح على المريض، فبتضطر تأخر الثاني شوي. مريض داخ أو وقع عن السرير، بتضطر تأخر الباقي شوي. مريض خلص من العمليات بدي اروح اجيبه، فبتضطر تأخر الباقي شوي. فالناس ما بيعرفوا انه شغلنا مش كبسة زر تعال هيني جيت، لا، انا ممكن يكون في مخي 50,000 شغلة، منهم 49,000 شغلة اهم منك. الممرض بتلقى الاوامر من الطبيب. ممكن تسمع هاي الكلمة باكثر من صيغة. هسا الدكتور بفهمه شو يعمل لنا. المعلومة اللي كثير من الناس العاديين ما بيعرفوها، وأكثر من نص الممرضين ما بيعرفوها، إنه كلمة دكتور أوردر، أمر الطبيب هو أمر للمريض وليس للممرض. زي ما بقول لك، لما الدكتور يكتب في الملف مثلا فولترين 75 ميلي جرام انجكشن اي ام باي 2، فهو بقول لمريضه إذا أنت توجعت خليهم يعطوك فولترين،
ومسموح لك لحد مرتين باليوم. مش مكتوب يا ممرض إذا توجع عطيه، لا، هو الأمر للمريض، بدليل أنه من ضمن أوامر الطبيب الدايت. الدكتور بيكتب لمريضه لو سولت، لو فات، ديابتك، أكل بدون سكر، أكل بدون ملح، أكل بدون دهون. الطبيب والممرض زميلين في مكان واحد، اثنين هدفهم إشي واحد، أنه المريض يطيب. الطبيب بشوف المريض، بشخصه، بعرف شو ماله، بقرر بإيش يعالجه. الممرض بيوصل للمريض هذا الدواء، بقول له دكتورك بقول لك خذ هاي الحبة. فإذا كما يقول المثل، doctors diagnose nurses save lives، يعني الأطباء بشخصه، الممرضين بينقذوا الأرواح. ولو أنا كممرض حبيت إني ما أعطيك هالدواء، فالدكتور ووجوده وعلمه وخبرته ما إلهم قيمة، ما إحنا عارفين كيف بتشتغلوا. قائل هاي الكلمة بكون حاضر في حياته أكثر من 35,000 فيلم ومسلسل. الناس بتفكر إنه كل إشي بالحياة زي ما بيشوفوا بالتلفزيون، فبيطلع على التلفزيون بشوف الممرض إنسان ذليل، حقير، جاهل، معوش خبرة، معوش علم، ما عنده شهادة، شكله مبهدل، ريحته طالعة، بس شغلته يحمل الشنطة للدكتور ويقول له حاضر يا بيه. الدكتور لابس هالبدلة المرتبة والجراف الغالية والساعة المرصعة بالألماس وحامل هالشنطة، وبتطلع في وجه المريضة بقولها انت حامل في شهرين، زلمة مبروك. فهو داخل على المستشفى عامل حسابه انه داخل على ناس لا عندها علم ولا خبرة ولا سلوك ولا اخلاق. ليش ما تتجوزي لك دكتور؟ هون كل البنات رح يقولها احكي، مشان الله احكي. اغلبية الناس حتى اللي عامل حاله فهمان وبيحضر مسلسلات اجنبية مقضي لي اياها ER Grey's Anatomy بس. بالنسبة له والممرضة والدكتور قاعدين في المستشفى بس بحبوا بعض، وبتفقوا انه بعد الدوام بدنا نطلع نشرب فنجان قهوة، وبعد الدوام بدنا نروح على السينما، وبكرة جاي اطلب ايدك من ابوك. هذا الحكي بالحقيقة ما بصير. انا الى 18 سنة بهالمهنة بقول لك هذا الحكي بالحقيقة ما بصير. حتى الناس اللي بتجوزوا بعض من جوا المستشفى نادرا جدا ما يكون طبيب وممرضة، يا طبيب وطبيبة، يا ممرض وممرضة. وحتى في هاي الحالات النادرة شغل شغل، والعلاقات الإنسانية علاقات. يعني جوا المستشفى لا تقول لي صباح الخير، برا المستشفى عادي. اللي بقول هاي الجملة قصده إنه كل ممرضة بالدنيا جات لحالها تتجوز دكتور، وتابع لنفس النقطة الأولى اللي حكيناها إنه الطبيب أحسن من الممرض. لكن المشكلة الأكبر لما يصوروا لك إنه زي المسلسلات الكادر الصحي بس قاعد بحب بعض وسايبين المرضى بموتوا. بحبك بحبك أكثر كلمة بتستفزني، هذا ممرض لا تسأله. أو بس يجي الدكتور بحكي لنا حبيبي الدكتور مش فاضي، فقال لي لو سمحت روح اشرح للمريض عن الدواء. أو الدكتور عارف إنه أنا اللي على الدوام، وبما إني معطي الدواء هذا 50 مرة قبل هالمرة مش راح أسأله عنه، راح أدخل على المريض على طول أشرح له. أو الدكتور نجاني بين الموجودين لأنه أكثر واحد عندي خبرة وبعتني لحضرتك لأنه وضعك خطير، وعارف أنه أنا بعرف أهاندل حالتك أو بعرف أتعامل معك. في بعض النقاط بتقدر تقول أنه الدكتور زي ما هو دارس أنا دارس، وتنساش أنه أنا مش حاب أجيب لحالي قضية، مش راح أتدخل في شغلة مش من صميم شغلي وخليك تحبسني. من الكلمات اللي بسمعها كل يوم وهي مستفزة ومضحكة في نفس الوقت، ممرض وبتمرض انه شو عمل لك يعني الممرض مكتوب على صباحه ممرض، فالفيروس الفيروس بشوفه يعني بيستحي منه ولا ايش؟ الممرض ما ياخذ كفاله انه عمره ما يمرض؟ الممرض بدفع رشوه للفيروسات ما تدخلش جسمه؟ مش فاهم شو يعني ممرض وبتمرض. انه انا كممرض ممكن بعد ما امرض اعرف الدواء من وين ينجاب، او هذا الفحص وين بنعمل، او هذا الدواء تابع لاي اختصاص، اروح عيون ولا اسنان ولا اعصاب ماشي، بس انه قبل ما امرض امنع المرض لا، يعني قضاء وقدر بقدرش اتحكم فيه. طبعا كل النقاط هاي اللي ذكرتها من وجهة نظري الشخصية وحسب خبرتي المتواضعة. المهم رأيك انت بالكومنتات، انزل واكتب لي شو في اشي نسيت اني اذكره، شو في جمل مستفزة تسمعها كل يوم. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. وفي النهاية سلام عليكم.